بمجموع أصوات بلغ 320 صوتا من أصل 462 نائبا برلمانيا، انتخب معاذ بوشارب رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني خلفا لسعيد بوحجة الذي تم سحب الثقة منه من طرف أغلبية نواب المجلس. إنني أعدكم زميلاتي زملائي أنني بقدر ما سأعمل على ترسيخ قواعد التعاون والتكامل مع الحكومة على قاعدة الفصل بين السلطات ومع مجلس الأمة وباقي الهيئات والمؤسسات الدستورية الأخرى، فإنني سأجعل من هذه الأمانة التي قلدتموني مسؤولية على عاتقي لتكريس ثقافة الشراكة والتوافق والبناء والتواصل الدائم مع جميع مكونات المجلس. بوشارب كان المرشح الوحيد لرئاسة المجلس، نواب الأغلبية من التشكيلة الخمس كلهم التفوا حول الرئيس السابق لكتلة الأفلان ورشحوه لهذا المنصب. معاذ بوشارب يعني كان زميلنا منذ العهدة السابقة، ولديه يعني مسار سياسي يعني اللي مكنوا انه نظن انه تم اختيار الشخص المناسب. صوت الأغلبية ينتخب رئيس للمجلس الشعبي الوطني جديد، تبقى كل الأصوات الأخرى من حق كل واحد أنه يعبر على رأيه. جلسة التصويت غابت عنها كتل ومجموعات برلمانية محسوبة على المعارضة. المعارضة بمجموعاتها البرلمانية الخمس يعني قررت مقاطعة هذه الجلسة، ونحن كذلك قاطعنا هذه الجلسة ولم ندخل إلى القاعة، جئنا فقط لكي نخاطبكم، ومن ثم المعارضة لم تراها لأنها مقاطعة. بعد رفع الجمود عن عمل اللجان وانتخاب معاذ بوشارب رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني، من المنتظر أن يشرع النواب في مناقشة مشاريع القوانين المبرمجة والتي يبقى أهمها قانون المالية 2019.